السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. العكبر التي يسد بها هذه المادة التي يسد بها الثقب قبل ان يبدأ في صناعة العسل، يجب ان تكون الجباح لا يدخلها هواء ولا ماء، تشمع كي لا يدخل الماء. انظروا هنا، ولا بناء يعني، ولا مهندس في البناء يعني، تشمع ليس بتزفيت لكن تشمع بهذه المادة، وهذه المادة مطهرة، مادة مطهرة. إذا دخلت ليس هناك ميكروبات ممكن أن تصيب هذه المادة، فالجباح معقمة طاهرة معقمة ليس فيها ميكروبات. فإذا دخل مثلا فأر لداخل الخلية، إذا دخل فأر فيقتل ويحنط، يحنط كما كان المصريون يحنطون موتاهم لكي لا يصيب العسل، يحنط. يعني هذه الفئران لا تنتن، فأر يبقى هكذا يعني كله، ولكن يحنط ولا ينتن. إذا دخل عقرب أو دخلت حشرة إلى جباح إلى الخلايا فهي تقتل وتحنط، إذا كانت ثقيلة تحنط لأن النحل لا يحملها، وإذا كانت صغيرة تقتل وترمى خارج الخلية. وهذا النحل الآن فهو أصبح كل شيء يعني يحنط هذه الأشياء، يعني حفيظة كي لا تنتن وتصيب العسل. يعني فهو أصبح بارع يعني الآن في التحنيط وفي كل شيء، وهو المواد المطهرة الآن التي يصنع منها هذه المادة. ولذلك نحن نقول للذين يشترون، الذين يشترون الشمع الاصطناعي، الذين يشترون الشمع الشهد من الشمع الاصطناعي، أنهم يقتلون النحل، لأن هذه المكونات هي مكونات كيماوية لا تعطي جودة بالعسل العادي. ولذلك أنا أقول لما الناس يقولون أن العسل ليس فيه شفاء، ويجب أن يتأكدوا أنه عسل طبيعي 100%. إذا كان عسل طبيعي 100% ففيه شفاء. إذا كانت هذه الشموع مشترات، وهذا النحل مربى بطريقة حديثة، وتعطى بعض المضادات الحيوية، وتعطى بعض اللقاحات، وتعطى سكر في فصل البرد، فهذا طبعا هذا النحل ليس طبيعي ولا يعطي عسل طبيعي 100%، ربما يعطي 30 أو 40%، ولذلك يكون ربما ينعدم الشفاء، أو ربما يكون بطريقة ضئيلة يعني بنسبة ضئيلة. يجب أن نتأكد من هذا. ثم هذا العكبر أو البروبوليس يعني قلوا جيدا، فهو شافي لكثير من الأمراض التعفنية والقرحة المعدية والسرطانات والحساسية، وأكثر من ذلك هو دواء ينفرد في الالتهاب الكبدي من نوع بي والسي، هو جيد لأصحاب التهاب الكبد ويفيد كثير في الكبد، ويضمد الجروح كذلك إذا وضعتهم على الحروق وعلى الجروح فتضمد هذه الجروح حالا، يعني أعلى مطهر الآن للجروحات. وحتى بعد العمليات الجراحية، بعد العمليات الجراحية إذا وضع على العملية الجراحية على موضع المكان على الجراحة فهو يضمدها يعني أحسن من أي منتوج الآن ممكن أن نجده في الصناعات الصيدلية الموجودة الآن في العالم والمتداولة. كما قلت التهاب الكبد الفيروسي والقرحة المعدية والسرطانات، هذه أشياء ما مورست وأشياء الآن تمارس حاليا وهي تفيد كثير، وإذا تأكدنا من العسل. حبوب اللقاح فيه شفاء، أن حبوب اللقاح يصلع مثلا سرطان البروستاتا، هو دواء مؤكد لسرطان البروستاتا البولن هذه، وحبوب اللقاح كذلك سرطان الثدي، يفيد في سرطان الثدي. حبوب اللقاح تنشط الاشخاص العقيمين الذين لهم صعوبه في الانجاب، خصوصا الرجال ياخذون حبوب الطلع يعني تقريبا نصف كيلو او كيلو ليس في اليوم، يعني لمده 3 أشهر او 4 أشهر يخلطونه بالعسل ثم ياخذونه كل يوم، فهو ينشط الرجال الذين لهم صعوبه في الانجاب. هذا النحل ياتي بحبوب الطلع وياتي بالاشياء من الازهار الطبيعيه، وهذا هو حبوب الطلع البولن، يعني كان يعني موجود ممكن لمربي النحل ان يحصل على المنتوج. وحبوب الطلع هي يعني كذلك تفيد اصحاب الحساسيه جيد، هذا حبوب الطلع. وحبوب الطلع تعطى ربما تؤخذ مع العسل دائما قبل ان يصل الانسان الى المرض، تصلب الشرايين والشيخوخه المبكر وعلامات كثيره في الجسم تحول دون هذه حبوب الطلع، فقر الدم او الانيميا. هذه حبوب الطلع غنيه بالحديد، غنيه جدا بالحديد والاملاح المعدنيه وفيتامينات، تنشيط الجهاز المناعي، امراض سرطانيه، الامراض العصبيه، كثير من الاشياء تفيد فيها. غذاء الملكات هو الجولي رويال يعني يفيد كذلك في كثير من الامراض، وبعض العلماء يعزون يعني طول عمر الملكه لانها تاكل هذا الغذاء. وهذه العاملات النحل، العاملات لا يعيشن إلا 5 أو 6 أشهر، بينما الملكة تعيش 6 سنوات،
ولماذا؟ لأنها تأكل هذا الغذاء، وهو الذي يعني كل العلماء يعزون أن طول عمر الملكة يرجع إلى غذائها على هذا المكون. فهو يعني الآن لا زالت الدراسة، لا زالوا لم يشخصوا المكونات الكيماوية التي تتسبب في شفاء بعض الأمراض. الآن الأبحاث لا زالت في المختبرات ولا في بما يخص هذه الأشياء، يعني فيما يخص غذاء الملكة. ثم نصل إلى سم النحل. إذا لسعتكم نحلة فلا تزيل الشوك مباشرة، فأتركوا هذه الشوكة تفرغ السم ثم أزيلها إذا أردتم. سم النحل الآن هو شفاء، وشفاء من سرطانات، وشفاء من بعض الروماتيزمات، وشفاء كذلك من التهاب الكبد بي والسي. الحالات الآن في مدينة الدار البيضاء تعالج الآن بسم النحل. هناك شخص متطوع يعمل هذه الأشياء يعني لوجه الله، وهناك حالات الآن تشفى من التهاب الكبد بي والسي بسم النحل. وسم النحل هو أحسن لقحة ممكن لأن للشخص أن يأخذ، حتى ولو كنت معافى، ولو كنت ليس فيك شيء، فممكن تأخذ 7 أو 9 لساعات هكذا كي تقوي مناعة الجسم وتحفظك من كثير من الأمراض. فهو يعني جيد. هذا جدول وضعته، هذا جدول وضعته شخصيا لعدد اللسعات للمصابين بالسرطان وبالتهاب الكبد بي والسي. فبعض الآن بعض المختبرات في أمريكا الآن يحصلون على سم النحل، يستخرجون سم النحل من النحل ثم يحقنونه بإبرة حديدية. فنحن نقول لماذا هذا العمل الشاق؟ لماذا لا نحقن مباشرة، نترك النحلة تلسع ونحقن مباشرة هذا السم، وهذه الشوكة تبقى في يعني في الجلد حتى تفرغ كل السم الموجود فيها. وموجود الآن حتى بعد الأبحاث التي وصلت لأخطر ما يمكن، والآن بعض المختبرات بعض العلماء يجربونه على الأيدز، على داء فقدان المناعة، وحالات تحسنت الآن، يعني وصلتنا أخبار أن حالات من الأيدز تحسنت بلسعات النحل. لماذا؟ لأن إذا رجعنا إلى القرآن سنقول أن الله سبحانه وتعالى قال فيه شفاء للناس ولا يمكن أن نكذب القرآن. فإذا كنا نؤمن بالله سبحانه وتعالى الذي يقول في سورة طه بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فالله لا يريد أن يشقينا بالقرآن أبدا. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يريد أن يسعدنا بالقرآن. أتظنون أن رمضان يشقينا به الله؟ أتظنون أن الصلاة يشقينا بها؟ لا. أتظنون أن الحج يريد الله أن يشقينا؟ أتظنون أن الزكاة يريد الله سبحانه وتعالى أن يشقينا بها، أن يأخذ طرف من أموالنا هكذا ليشقينا ونحن نحب المال بكثرة؟ لا، يريد الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا بها، أن نتعود، أن نتكافل، أن يعيش المجتمع والفرد. فهناك شفاء في القرآن، نعم، لأن أمراض عضوية نعم تشفى بالمواد الطبية، وهناك أمراض نفسية تشفى بالقرآن، بتلاوة القرآن، بذكر القرآن، بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى لتطمئن النفوس. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن الناس من يقول لنا اضطراب عصبي، فوالله لسعنا الناس بالنحل لها عندهم اكتئاب وعندهم اضطراب عصبي، ولسعنا الناس وعندهم آلام في مقدمة الرأس، ولسعنا أشخاص لا يأتيهم نوم بالليل، ولسعنا حتى أطفال صغار يتبولون وكفوا هذه الأطفال، توقفوا عن التبول منذ يعني 4 حصص، إن الأطفال لا نعطيهم لساعات كثيرة إنما 4 لساعات في اليوم، وكفوا يعني توقفوا عن التبول، كفوا يعني وشفوا تماما من هذه الأعراض.